حياتي وهي النور في كل أوقاتي بالأذكار تطمئن حياتي وهي النور في كل أوقاتي ذكر الله ذكر الله أنا لا أهجر ذكر الله ذكر الله نور بدربي كيف العيش بلا ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم حتو قصر حادي جمعات نمحتساب نبسقا قدنت وواجب ديو ودما اتحاد اصبا خي اللو دي من قدي انت اللو من قد سنة ان شاء الله كتبرها لنا. بارك الله فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حكم ناي غسل الجمعة غسل الجمعة يعني حد سب صلاة الجمعة قد من مخيادو يوم الجمعة نخحت سب. أهل العلم اختلفوا على قولين علماء أبكلت تمغيلهم قال علماء إلهم واجب إلهم واجب يعني واجب إيش جدا حد سب جمعات اندحر دا أخوينا قد من مخيادو نمسجد نبسخ حت سب يقبع إلهم حد زي قال أي علماء كأنت أيلهم لا واجب جدا يكون لكن سنة مؤكدة أيلهم يعني سنة مؤكدة أنت أي مالتيو النبي عليه الصلاة والسلام دي قدفوه تكبار أتريرهم تزاربوا له تكبار إييلهم لكن من البات أنت حرد أقدفوه حدثت بمقدافه سايكت صعني مالتيو يعني أنت أي مالتيو واجب أنت حرد أتباهلو حدثت أنت حرد أتكبار تقدفوه رب سبحانه وتعالى بوخ حاسبوه بو بتتكبارة مقدافه وين تتكبارة مقدافه يستحق العقاب يعني نخقط صعسي كبو النت على هو السبز مالتي رب سبحانه وتعالى نخقطع اتخال ايت سنة مؤكدة دبلنا يا خاء سنة مؤكدة تهمت النبي عليه الصلاة والسلام اتريرهم تزاربوا له لكن عم مقصعت زي بتصح مالتي لكن فتو زيادة فتوت دلوه ابشرع مالتي ابدين الاسلام مالتي سلازي كلتي ان دارغان تاين مالتين دارغا خلتي ان تقاربتي ان دلو عند حردا فرد خوينو واجب ان حردا خوينو قدني نعانا نحصا بيقبانا مالتيو عند حردا سنه مؤكده خوينو خا كقدف دي قبا نجر مالتيو لك كم تاي مالتيو كم زخل شاع احنا سنه الفجر نسجد سنه ناي زهر نسجد سنه ناي مغرب نسجد سنه ناي العشاء نسجد قومو صلاه الوتر نسجد لك اعتا محساب نفس دمان انت اماتيا سنة مؤكدة ايا كترف دي قبقى يعني تقباريا مالتيو كترف دي قبقى تقباريا مالتيو فابكلتي انت اينا زلنا مالتيو يعني لعول درجة زلوو لعول درجة زلوو تقباريو ابسلمنا نبسخة محساب يوم الجمعة. اما اتطريقة اتحاد اصبا من قد ديناتك وين ما حدث بكم يقروا حساب يقبقى يوم الجمعة إذا محساب زي انتي تباهيلي يصوع غسل العبادة تباهيلي يصوع غسل كلتا عينة غسل لنا غسل العادة وغسل العبادة غسل العادة انتي إذا نخدس أريلك تحدس أبو مالتي أبزخونا أوان نخدس أريلك تحدس أبو مالتي غسل العبادة لكن سبب دلو مالتي نعبادة الكات قبرز اللخة محصابي مالتي كم من تاي حادثة بن حرد أجنابة خوينو نخحصب نفسه واجبي قدني عبادة يدماني عبادة يو إذ تكبار زي كذلك يوم الجمعة نخحصب واجبي كمون قال نستيتي دحرد أبحرسن يرا خوينا دحر محراسة مستريت نفسه نخحصب واجبي نعاز المان عبادة تباهيلي سواع كمون حدا بحيد نيرا نخد حتسبون عبادة تباهيلو يتسوع عبادة عند حدا أخوينو تبي حتسب كم يجرنا نحتسبه عند حدا عبادة أخوينو عبادة عند حدا أخوينو تاي نقبر النبي عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تاي تبلنا النبي عليه الصلاة والسلام كم زي قبر نيرم كحتسبون كله ويلا تاي قبرو مجمر يا ودو كامل يقبريلا ملوء ودوء يقبرو النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيش ودوء كم جمر يخسم مجرشا يقبروها مالتهم ودوء أمس قبرو بدحري انتا يقبرو مالتهم بدحري وشعوه سلستقزي ما ينابرو سمتا يقبرو
ማይ የንጠብጥቡላ ርእሶም ምስ ጠልቀየት ሰለስተ ጊዜ መሰፍሰሱላ ማይ ምስ ጠልቀየት ርእሶም ዳሕራይ እንታይ ይገብሩ ብርእሶም ይጀምሩ ዳሕራይ የማናይ ጎንናቶም ይሓፅቡ ዳሕራይ ብድሕሪኦም ሕቆኦም የማናይ ጎኖም ድማ ይሓፅቡ ዳሕራይ ፀጋማይ ጎኖም ድማ ንቅድሚኦም ዘሎ ይሓፅቡ ዳሕራይ ከዓ ፀጋማይ ጎኖም ንድሕሪኦም ዘሎ ይሓፅቡ ዳሕራይ ካብ ርእሶም ጀሚሮም ክሳብ ታሕቲ ንኩሉ ማይ የፍስስሉ በዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ በዚ غስል ካምል ወይ ድማ ታ ሱና ዝኾነት ዒባዳ ዝኾነት غስል ጌርካ ትበሃል በዚ ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ካልይቲ ከዓ እንታይ ኣላተና ኣፉ ይጉፅጉፅ ሓደ ሰብ ከሊካ ፍንጭኡ ድማ እንታይ ይገብር እስትንር ይገብር ከምዚ ንገብሮ ማለት እዩ ማየእቲና ፍንጫና ኢፍልና ነውፅኦ ማለት እዩ ድሕር ኣፉ ጎፅጊፁ ከምኡ ከዓ ድሕር እስትንር ገይሩ ፍንጭኡ እስትንሻቅ እስትንር ድሕር ገይሩ ፍንጭኡ ብድሕሪ እዚ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኩሉ ነብስናቱ ኣብ ማይ እንድሕር እትይዎ ጠሊቑ እሞ ከዓ ኩሉ ነብሱ ማይ እንድሕር ተንኪፉ ወፂኡ ማይ እንድሕር ጠልቂኡ እዚ ከዓ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ እታ غስል ትበሃል ገይርዋ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ገይርዋ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ላኪን እታ ዝበለፀት እንታይ እያ ከምታ ነቢዩና ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዝገበርዋ ንሳ ከዓ እታ መጀመርያ ውዱእ ገይሮም ብድሕሪኡ እንታይ ገይሮም ማለት እዮም ብድሕሪኡ ከዓ ከምታ ዝጠቐስናያ ብርእሶም ጀሚሮም ከምቲ ዝጠቐስናያ ክሳብ መጨረሻ ትገበርዎ ማለት እዩ ፈንስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حتى قصر زخلتن قصر سلستن زياء مغطلتا حتى نيقداميتيا تاقل ايتي عينت تحت عصبا زقلت كايا عفون عفنشو ناصري أمو نفسو تحاسيبو ودك قبره كسجدو يخيل مغنياتو كيف لتأي ዓውራናቱ ክትንክፍ ስለ ዝኽእል እሞ ዓውራ መሓዝ ድማ ገሊኦም ዑለማ ውድእ የፍርስ እዩ ስለ ዝበሉ እታ ካልአይቲ ሓደ ሙሳፍር ወይ ኣብ መንገሻ ዘሎ ሰብ ኣብ ሓደ መስጊድ ኣትዩ ሰላት ልመቕሪብ ክሰግዱ ካብታ ቀዳሚ ትርኪቦዎም ማለት እዩ ክሰግዱ ፀኒሑ ሞ እሞ ኣብታ ካልአይቲ ዶ ሰላመት ይመልስ ምክንያቱ ገያሻይ ስለ ዝኾነ ወላ ምስኦም ይቕፅል ባረክ ላሁ ፊክ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اتاناي ودو زبلكايا تخالئيت مالتي دحردا حدا سب افو غزغزو خمو فنجو استنشاق غيرو بدحريو نفسو دحردا حاصيبو ودو كايغبرسي سجد يخيل دوس ولا يكيل لمنتاي كم تزتقسكايو منالبات عورو خحس لز خيل سبزي العلماء اختلفوا في قضية مس العورة وإذ ما مس الذكر حادث ابن حدا عورو وحيزو ودئناتو يبطل ديس ولا يبطلن علماء انتهي يرماتهم علماء بزوح زربات زاربو قليهم علماء إلهم دحرد أحيزو عوراناتو تا ودئناتو انتهي تخوون باطلا تخوون إلهم قليهم كأيلهم لا أي تبطلنا تا ودئناتو إلهم ካልኦት ዑለማ እንታይ ኢሎም ንኽልቲኡ ዝጥርንፍ ሓሳብ ፅቡቕ ሓሳብ ሂሞምና እንታይ ኢሎም ሓደ ሰብ ነቲ ዓውራ ናቱ እንድሕር ደኣ ብሻህዋ ሒዝዎ ብስምዒት እንድሕር ደኣ ሒዝዎ እታ ውድእ ናቱ ትበጥል ኢሎም እንድሕር ደኣ ነብሱ እንዳተሓፀበ ንከሎ ኣብኡ ንከሎ እንዳሓፀበ ንከሎ እንድሕር ደኣ ተንኪፍዎ ላኪን እንታይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እታ ውድእ ናቱ ክትፈርስ ወይ ድማ ክትባላሸው ኣይትኽእልን እያ ኢሎም ማለት እዮም እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እዚ ማእከላይ ቁኑዕ ዘረባ ብእድንላ ስብሓን ወተዓላ ንምንታይ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ደኣ ሻህዋ ደይብሉ ኮይኑ ንስምዒት ደይኮይኑ እንድሕር ደኣ ሒዝዎ ነቲ ዓውራናቱ እታ ውድእ እንታይ እ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ካልእ ኣካል ድሓዘ ማለት እዩ ከምቲ ካልእ ኣካል ነፍሱ ድሓዘ እዩ ማለት እዩ ላኪን ብሻህዋ እንድሕር ደኣ ተንኪፍዎ እታ ውድእናቱ እንታይ ትኸውን እታ ውድእናቱ ትባላሾ ከም ብሓዱሽ ውድእ ክገብር ይግባእ ወዓለይሂ እዚ ሰብ ንድሕር ዳ እንዳተሓፀበ ንከሎ ብዘይ ሻህዋ ንድሕር ዳ ተንኪፍዎ ወላ ተንከፎ እንታይ ማለት እዩ እታ ውድእናቱ ኣላ ብኡ ገይሩ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ብኡ ገይሩ ክሰግድ ይኽእል እዩ ላኪን ተነብህ ትድልየና ማለት እዩ ደቃቕ ስለ ዝኾነ እታ ነገር
እንታ ክገብር ኣለዎ መጀመርያ ክሕፀብ እንከሎ ወይ ድማ ኣብ መጨረሻ ኣፉን ፍንጭኡን ማይ ክኣትዎ ኣለዎ ክጉፅጉፅ ኣለዎ ኣፉ ከምኡውን ፍንጭኡ እንታ ክገብር ኣለዎ እስትንሻቅ ስትንታር ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ድሕር ድኣ ከምዚ ገይሩ እታ ውድእ ናቱ ትኽክል ትኸውን ኣብ ምንታይ ከዓ ክኸውን ኣለዎ ኣብ غስሊ ልዒባዳ ከምታ ሓንቲ ወይ ገይረ ዝጠቐስኩልኩም ማለት እዩ ኣማ غስሊ ልዓዳ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ንኽፀሪ ኢሉ ነብሱ ደገ ነይሩ ርሂፁ መፅኡ ክፃወት ነይሩ ክዕሶ ወይ ኣብ ስራሕ ነይሩ ርሂፁ መፅኡ እንድሕር ድኣ ትኽኢሉ ኣትዩ ገዝኡ ነብሱ ተሓፂቡ ኣፉ ገፅጊፁ ፍንጨኡ ስትንሳር ገይሩ እንታ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እዚኣ ውድእ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እዚኣ ውድእ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ንምንታይ እታ ምሕፃብ ናት እንታይ ስለ ዝኾነት ናይ ዓዳ ምሕፃብ ስለ ዝኾነት ናይ ዒባዳ ትኮይና ላኪን ውድእ ክትሕሰበሉ ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣላሁ ተዓላ ኣዕለም ተኻልአይቲ ዝበልካያ ናይ ሰላት ልሙሳፍር ሙሳፍር ከምቲ ዝበልካዮ ቀስር ክገብር ይኽእል እዩ ላኪን እቲ ኢማም ሙቂም እንድሕር ድኣ ኮይኑ ወዲ ዓዲ እንድሕር ድኣ ኮይኑ እቲ ሙሳፍር እንታይ ክገብር ኣለዎ እቲ ሙሳፍር ነቲ ሙቂም ክኽተል ኣለዎ እንድሕር ድኣ ሰላት ልመغሪብ ኣስለን እታ ምሳሌታ ዘምፃእካያ ማለት እዩ ሰላት ልመغሪብ እንታይ የብላ ቀስር የብላ እተን ቀስር ትግበረለ እንታይ እን ዙህርን ዓስርን ኣልዕሻን እየን ኣብዘን ሰለስተ እንዚኣተን እንድሕር ድኣ ዙህሪ ኣርባዕተ እንድሕር ድኣ ሰጊዱ እቲ ኢማም ምስኡ ኣርባዕተ ክሰግድ ኣለዎ ዓስሪ ኣርባዕተ ተሰጊዱ ምስኡ ኣርባዕተ ክሰግድ ኣለዎ ኣልዕሻ ኣርባዕተ ተሰጊዱ ኣርባዕተ ምስኡ ክሰግድ ኣለዎ ኢላ ዓክስ ናታ እንድሕር ድኣ ኮይና ዓክስ ናታ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኢማም እንድሕር ድኣ እቲ ሙሳፍር ኮይኑ ንሱ እንድሕር የስግዶም ኣሎ ንሱ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ንሱ ቀስር ገይሩ ክሰግድ ይኽእል እዩ ክልተ ረክዓ ክሰግድ ይኽእል እዩ ዳሕራይ እቶም ሙቂሚን ዝኾኑ እቶም ደቂ ዓዲ ዝኾኑ እንታይ ይገብሩ ንሳቶም ይትስኡ ንሳቶም ክልተ ምስ ሰገደ ንሱ ሰላመት ምስ መለሰ እንታይ ይብሎም ኣቲሙ ሰላተኩም ፈኢና ቀውሙን ሰፈር ሰላትኩም መልኡ ንሕና ሙሳፍሪን ኢና ይብሎም እዞም ሰዓት እዚኣቶም ሰብ ተስኦም እንታይ ይገብሩ እታ ሰላት ናቶም ይክምልዋ ይምልእዋ ብድሕሪኡ እታ ሰላት ናቶም ይውድእዋ ማለት እዩ ላኪን እሽ ዓክስ ናታ እንድሕር ዳኣ ኮይና እቲ ኢማም ሙቂም እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ማእሙም ሙሉእ ሰላት ክሰግድ ዋጅብ ይንሕኡ ማለት እዩ ወላሁ ተዓላ ኣዕለም። ሕቶ ቁፅሪ 4 ፍልሊ ኣብ መንጎ ዋጅብን ኣብ መንጎ ሱና ሙኣከዳን እንታይ እዩ? ተገዲፍካዮ ዋጅብ ወይ ሱና ሙኣከዳ ዘንቢ ኣለዎ ዶ? ጠይብ ብስሚላህ ራሕማን ራሒም ፈርቅ ናይ ሱና ሙኣከዳ ዋጅብ እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ ብክልተ ጌርና ቅድም ክንፈልየና እንከለና ሱና ዋጅብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ማ ዩثቡ ፋዒልሁ እምትثላ ወይዓቀቡ ታሪክሁ እኽትያራ። ሓደ ሰብ ዋጅብ እንድሕር ድኣ ተግቢሩ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ በቲ ተግባር ናቱ እንታይ ይገብረሉ? ዓስቢ ይህቦ ንዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ። እንድሕር ድኣ ዋጅብ ገዲፉ ከዓ ብምርጫ ናቱ ስለ ዝገደፎ መቕፃዕቲ ይግብኦ ንዝሰብ እዚ ማለት እዩ። መቕፃዕቲ ይግብኦ ማለት እዩ ንሰብ እዚ። ኣማ ሱና እንታይ ማለት እዩ? ማ ዩثቡ ፋዒልሁ ወላ ዩዓቀቡ ታሪኩ፣ ዝተግበሮ ሰብ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣጅሪ ክህቦ እዩ። ዘይተግበሮ ሰብ ከዓ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣይቀፅዖን እዩ ማለት እዩ። እታ ሱና ኩለን ሱና ሙኣከዳ ይኹን ሱና ዓማ ይኹን ኩሉ እዚ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ እንድሕር ዳኣ ገዲፍካየ ኣይቀፅዓካን እዩ ማለት እዩ። ላኪን ሱና ሙኣከዳ እንታይ ማለት እዩ? ኣነቢ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ዳርጋ ኩሉ ሻዕ ዝገበርዎ ተግባር ማለት እዩ። ፈንታይ ይግባአና ንሕና ከምቲ ነቢ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ዝተግበርዎ ንሕና ከዓ ንዕኦም ሓሊና ኩሉ ሻዕ ወይ ድማ ንትግባር ሓሊና ኩሉ ሻዕ ክንትግብሮ ይግብአና ማለት እዩ ሃذ ሁወ ልፈርቅ ወላሁ ተዓላ ኣለም። ሕቶ ቁፅሪ 5 ኣብ መገሻ ውዒልካ ምሎ መዓልቲ ኣፍታ ትገሸላ ዘለካ ዓዲ ግዜ ኣልዕሻ ኣተኻ እሞ ኣፍቲ መስጊድ
العشاء سجدت أني حمقى حجي انتي تقبر تام مغرب مجمرة سجدك ذهري جماعات حوصهم ولا بجماعة أتيقى بنياني مغرب تسجد ولاس العشاء سجدك مساتهم مغرب ذهري تمسا مالتي ذهر العشاء زي أبرهلنا بارك الله فيك. طيب طبعا يا أخوان اندحر يعني مسافر كوينو افتعد اتو مسبدة بحر صلاة الجماعة سجدت لي حما صلاة العشاء أكيو له الخيار خيار اللي هو السبزي وين تاي يقبر وين يدخل معهم بسن بنية يعني بصلاة المغرب نيا جيرياتو دحراي أفتاء سلستة بالسجد ونساتهم أفتاء سالسيت انت يقبر نسو مالتي أفتاء سالسيت كوفي بل طبعا دحر دا يعني إنسان أفقه بزوح تاشم دايب اللي خوين وو كستايخ قبري ونعاتهم كلا خابطهم ينتم سواتياتهم كم القبر دولو دحاشة انتاح قبري قبع مالتي نبيني يسجد صلاة المغرب ويكا مساتهم بنية العشاء ياتو مساتهم بنية العشاء ياتو صلاة العشاء يسجد دحراي انتاي قبر دحراي صلاة المغرب مسجد من تايتا جماعة ما انت خي تحالفو السبز مالتي جماعة ما انت كي تحالفو فانتاي قبر صلاة العشاء مساتهم يسجد دحراي مساتهم مسودة صلاة المغرب نبيني يسجد ويكا انتا يقبر نبين صلاة المغرب يسجد لحرين أبقاتهم يخيد تركبهم أركبهم تزي يركبهم كأنتا يقبر ماتي تزي يركبهم كأس صلاة العشانات نبين يسجد ماتي كدقما لأنه مرتبة سلا زي نبرت انتا يقبر له الخيار وي صلاة المغرب نبين يسجدوا نعاتهم صلاة العشاء خيد يركبهم تركبهم أركبهم تزي يركبهم كأن نبين يسجد وي مستبزل له سبات مسوقين كسجد مالتي وي كأبنية صلاة العشاء يعاتوا مساتهم صلاة العشاء سجيدو صلاة العشاء سجيدو لحري صلاة المغرب بالحري صلاة العشاء يسجد ماتي بالحري صلاة العشاء يسجد ماتي نمنتاي يعني ما أنتي تا فضلنا جماعة ما أنت نستبزي كي تحلفوا ماتي والله تعالى أعلم هزي ما قد صلتا نيتا تقصر حمشتي يا أنتي الكنا يا شيخ مجمرة العشاء سجد نحرس أني حمو العشاء سجد دحري مغرب سجد مو ترتيب غيرو سجد سلازي لسي ازي كما ايو قتلناون حتو قصر شدشته حدث سب اما قشانيرو عصر سجد صني حمو زوري سجدنا الله جب نيا زوري غيرو اتيو عصر سجد مساتهم سجيدو بس دحرين تاي غيرو خلوت جماعه رخيبو عصر سجدو خال اي مالتيو خال اي جماعه عصر سجد صني حمو مسوم تسجدس كما ايو بارك الله فيك. طيب طبعا كم تزبلك ناي ترتيب يقول بعض اهل العلم الترتيب ابزنتاي بلو مالتي ترتيب لانه صلاه الظهر والعصر كلتين درجه يعني حد وقتين درجه ابحد ترنافين دلو اخلتين مالتي كذلك صلاه المغرب وصلاه العشاء ابحد ترنافين دلو لذلك لو الحرده كم زعينه حال الحرده امسيو صلاه الجماعه من تقيت حلفه التي اقدمها يخيل يبلو مالتي اهل العلم. أما تازبلك يا خليتي تيا أسهل يا زي أمالتي اختلاف ناي صلاة المغرب ناي العشاء نسي خمس قبرة زلون سابزي لكن تا ناي صلاة الظهر والعصر لحرد أمال قشام مزيه وصلاة العصر كسقدو تاني حمو نسي بمتى يسجد بنية الظهر يسجد بنية الظهر يسجد لأنه ما في اختلاف بين إيش بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر كلتين أربع تركعات فنسنتا يقبر بصلاة الظهر غيره يسجد دحراي مسودة وين بيني يسجد صلاة العصر ويكا خمت استغسكاين دحرد على سبات رخيبو قال أي جماعة سجدوا عصر رخيبوهم مساتهم كيدو انتا يقبر مساتهم كيدو صلاة العصر يسجد ماتي والله تعالى عاد حتو قطر شوعات أبقليو مساجد أتا قداميتي جماعة مسحالفت ما استسجدت مالتيو قال أي جماعة تحريهم سجدوا من يسمد مثلا سي جماعة سجدوا زي أبدين الإسلام يفك أديو زي أبرها لنا بارك الله فيك يا شيخ. جميل بسم الله الرحمن الرحيم زاناي صلاة الجماعة استغسكايا يعني حقيقة كن فلتوز قبا أن تا جماعة تبهل يتي أب حديث مسيزو الله كله تاي مالتيو أينيت جماعة تقدامت جماعة إتا إمام يسجد يعني أذان غيرو دحراي تسبيخا مسو
إقامة غيره مسؤول تسجد صلاة تقدمت جماعة نساء جماعة تبهال. لكن إذا الجماعة زي أنت حردة حالفتك هل بدحرئو جماعة تقبر تخيل دو سلازي حالفتك ولا ساي تخيل اندبه الحتة يمتسل انتهي لهم علماء أبزي قال لهم علماء إلهم لا أنت حردة حالفة تصلاة الجماعة جزاها خد كيدا لك خد ملس عليك دك خانا نستخان أكيب كانت تقبر صلاة الجماعة بجزاها خون كانت تسجد إلهم أفت مسجد جماعة خال أيك تقبر يبل كان إلهم. قال لهم علماء كايلهم لا انت خد تقبر تخيلي خان دي حردة أحاليفك صلاة دي حردة أحاليفك صلاة صلاة الجماعة يعني حدا سب مع خان تخقبر الكخيلي تصدق قبر الكاي خيلي ويك هذا يسجد سب مسخة مزيد ما نخسجد يخيلي قال أي جماعة ما أنت مسخة نخسجد إلى مالتهم قال أي جماعة ما أنت مسخة كتسجد إلى مالتهم. فبالتالي يعني ليعلم تزبلنا يا مجمر يا مالتهم إتا صلاة الجماعة تبهل إتا قداميتيا صلاة الجماعة تبهل إتا قداميتيا لكن تزولون تاي نسخة ما أنت خيتي يعني صلاة كاوحد تخيتي خونا برب سبحانه وتعالى نبين خان خي تسجد منتي يفكر دبل حري سيفكر دبل حسابي تبل حري بس يزول ماتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متسابقين إلى الخير يعني نفت خير نفت صلاة نفت خمزي واجب دخان نجر ناو نبقي ربي يكبرنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم وأن يجعل هذه المجالس مجالس يجعل الله سبحانه وتعالى بها درجاتنا عالية عنده سبحانه وتعالى، أن يرفعنا بها إلى العليين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج بها همومنا وغمومنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يكتب لنا من الذين يذكرونه في مجالس الخير في مجالس الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.